احنا مستمرين في تلقي جميع طلبات حضراتكم الخاصة بالعلاج، سواء على صفحة البرنامج، رقم تليفون البرنامج، عن طريق البريد. جات لي على صفحة البرنامج رسالة من الأستاذة هاجر أبو النور من دار السلام، عندها 40 سنة، مطلقة، معها 4 أولاد، منهم 2 عايشين معها و2 عايشين مع والدهم، وكلهم أعمار مختلفة وسكنة بالإيجار. هاجر بتعاني من مرض مناعي من سمنة مفرطة، وصل وزنها إلى 153 كيلو، ده تسبب في إصابتها بأمراض كثيرة مثل الضغط والسكر وتعب في رجليها وفي العمود الفقري، وطبعا مشاكل في التنفس، ما بقتش قادرة تخدم نفسها أو أولادها أو حتى تخرج تشتغل، حالتها النفسية ساءت وبقت صعبة. عشان كده هي مشرفانا النهاردة، ربنا قدرنا ونقدر نوصل لعلاجها. واسمع منك المشكله واسباب وصولك لهذه المشكله. هي المشكله طبعا سببها الزواج المبكر، 17 سنه، اول 3 سنين من الزواج جبت فيهم 3 اطفال، بعد 10 سنين حملت في البنت الرابعه. بعد ما جبت البنت الرابعه بدات المشاكل تزيد، لاني كنت بخرج اشتغل، فالبنت الرابعه اثرت عليا، يعني جسمي كانش يتحمل اخلف تاني، فحصلت مشاكل كتير، طلبت الطلاق، طلقت 2011 وخدت ولادي الأربعة. كان معايا مبلغ كويس في البنك وكان معايا ذهبي، بدأت طبعا بصرف من الحاجات دي. من 2011 لحد 2017 تقريبا كل اللي معايا انتهى، وما بقيتش أقدر بقى أشتغل. أنا وصل وزني 170 كيلو بعد السركويد اللي هو المرض المناعي. أنا جالي التعب في رجلي، رجلي تسخن جدا، وبعدين الجلد بتاع رجلي يتحرق ويقع لوحده، احنا مش عارفين ايه، حتى الدكاتره كلهم معرفوش ايه. خدوا عينه من رجلي، عملت عمليه، قالوا اشتباك في سركويد. علاجه بالكورتيزون، فمن 130 وصلت 170 كورتيزون بيزود. ولادي مع التعب الكبار سابوني وراحوا لوالدهم، وفضلت معي البنت اللي هي الكبيرة في الجامعة في رابعة تجارة، والبنت الصغيرة 12 سنة. الكبيرة دلوقتي بتشتغل عشان نقدر ندفع الإيجار، عشان تقدر تكمل، إن أنا يعني الحمد لله كملت معاها لحد ما دخلت الجامعة، وربنا يعيننا إن هي تخلص آخر سنة ليها. الله ربنا يكرمك، يعني رغم ظروفك الحمد لله. والدها حتى لما هي اضطرت إن هي تروح له، لأن من يوم الطلاق قال ولا مليم. فأنا تحملت المسؤولية كاملة لحد ما الولد، بس ليه القسوة دي من أولاده في الآخر يعني؟ فراحت له طلبت منه، قال لها لا أنت لو معايا ما كنتش هخليكي تكملي، تعليم إيه اللي هصرف عليه؟ فالحمد لله رب العالمين. عملت الكبار بيسألوا عليكي ولا لا؟ معرفش عنهم أي حاجة من 2018 لدلوقتي. عمرهم قد إيه؟ 25 الولد، 24 الولد، و23 بنت. دول عايشين مع أبوهم؟ آه. بقالهم 3 سنين. سمعت إن البنت جابت أحمد خلفت. سمعت إن البنت جابت أحمد؟ آه. يعني بنتك اتجوزت وخلفت؟ آه، وأنا مش معاها ومعرفش عنها حاجة. ايه القسوه دي اللي عندها؟ ليه كده؟ الحمد لله على كل حاجه. ليه كده؟ انا ضيعت عمري علشانها، واتجوزت سن صغير وما كملتش الجامعه بتاعتي علشان حمل ولاده، الحمد لله على كل حال. والابن برضه ما بيكلمش حضرتك؟ هيدفع. هيدفع ايه؟ هيكلمني، هيدفع، هيساهم.
فبعت خالص. ولما يساهم انت يا مساهم؟ يعني اخر حاجه قلت له طلع لي اي حاجه ان شاء الله تطلع مصروف لاختك للجامعه المواصلات. شد وبعد ما عرفش عنه حاجه من يومها. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت عايشه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. والدي الله يرحمه توفى السنه اللي فاتت، فطلع لي معاه 700 جنيه والبنت بتشتغل، ماما لو قدرت تبعت لي مثلا تموينه او حاجه، يعني بنمشي ماشيه الحمد لله. ربنا يقويكي. لكن انا مندهش الحقيقه، يعني انا مندهش. اذا كان اسمه ابنك عمر. عمر عمر ايه؟ عمر صلاح ابو اليزيد. عمر صلاح ابو اليزيد. والبنت اسمها ايه؟ جهاد صلاح ابو اليزيد. وجهاد صلاح ابو اليزيد. وانتوا ايه، ما عندك يعني مش بيجروا في دمكم في عروقكم دم؟ لما تبقى الست المحترمه الفاضله دي امكم، هتشوفوها امتى؟ لما يبلغوكم انها ماتت، وساعتها تفكروا تروحوا تطلعوا عليها ولا لا؟ هو ده البر؟ عارف يا استاذ عمرو، هو ده الاحسان بالاب وبالام؟ دي ام، ده الام، يعني ده رضاها لا يعادله اي رضا. عليه الصلاه والسلام قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. ده جزاها في الاخر ترموها وتسيبوها؟ مفيش حتى سؤال عليها؟ عموما عداله السماء بتنزل على طول، وكما تدين تدان. انا بكلمكم وانتم شايفيني دلوقتي، زي ما انتم كده رميتوا امكم، ثقوا انه هتلاقوا بكره اولادكم يرموها. انا بعتذر لك على اي حد زعلك. البنت اللي معايا ربنا يبارك لها يا رب ويجعلها من اهل دي. البنت اللي عايشه معاكي بتصرف عليكي وعلى كانت بتشيلني شيل تدخلني الحمام بوزني ده، انا ما كنتش قادره ادوس على رجلي. قعدت سنه تقريبا على كرسي متحرك. طب دلوقتي انت مطلوب لك ايه عشان تقدري تعالجي؟ انا نفسي اخس بس دي. مش عايزه اكتر من اني اخس باي شكل باي وسيله، لان عملت دايت كتير جدا، دايت مكلف يا استاذ عمرو. طب خليكي معايا لو سمحت. انا على التليفون الدكتور الاستاذ الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذيه العلاجيه مركز بيتر لايف. دكتور محمد اهلا بيك. دكتور عمرو بيه، مساء الورد. اخبارك ايه؟ طيب. يا رب تكون بخير. كل سنه طيب يا دكتور عمرو. طيب حبيبي، وشاكر جدا مشاركتكم ومساهمتكم مع برنامجنا واحد من الناس في علاج جميع الحالات اللي بتيجي البرنامج. شرفنا دكتور عمرو، والف مبروك على انطلاقه الموسم الجديد، ودايما سباق بالخير. ربنا يديك الصحه، ربنا يبارك فيك. ودايما لنا الشرف ان احنا يعني نتولى الحالات الانسانيه المحترمه اللي زي مدام هاجر كده من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك، وربنا يا رب يقدرنا دايما كده نكون سند وعون. يعني قول لي يا دكتور محمد، هتعمل ايه لمدام هاجر؟ والله مدام هاجر انا بحييها الاول. انا طبعا سمعت الكلام ده في المداخله دلوقتي على البرنامج، وده اللي خلاني اتصل على حضرتك، فبقول لها انت ست عظيمه وحقك على راسنا من فوق كلنا. والله وكلنا اخواتك او ولادك لو السن يسمح بده. ده اولا. ثانيا ان شاء الله، هي طبعا هي مظلومه لان الكورتيزون مع المرض المناعي اللي هي تعرضت له ده كان السبب الرئيسي اللي وصل الوزن للمرحله السيئه دي 170 كيلو. فان شاء الله ان شاء الله انا يعني بعلن من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك ومن خلال دكتور عمرو دي، ربنا يديك الصحه، ان احنا بنتولى حالتها بالكامل لغايه ما نرجعها زي ما كانت واحسن ان شاء الله. الف شكر والله. من غير اي تكلفه، وده يعني اقل حاجه نقدر نقدمها لبرنامج واحد من الناس والدكتور عمرو وكل الحالات الانسانيه اللي معاه من خلال حضرتك. الف خيرك يا دكتور محمد حلمي، استشاري التغذيه العلاجيه مركز بيتر لايف، على تبني حاله هاجر. وهو حياتك يعني ان شاء الله البرنامج مع الدكتور محمد يا هاجر الحاله بالكامل مسؤوليتنا. اطمني. ما كنتش مصدق ان يبقى في رد فعل سريع كده، الحمد لله. لا اطمني على طول بعد بعد الهوا ان شاء الله هيكون معاكي زميله معده تتولى الموضوع لغايه ما ترجعي تبقي شخص سليم. وان شاء الله شوفي لو في اي حاجه ثانيه احنا نقدر نساهم معاكي فيها، نعمل لك مثلا مشروع صغير ولا حاجه تتكسبي منه، هتحت امرك، ورتبي مع الاعداد اللي انت عايزاه. ان شاء الله يا دكتور. انا بشكرك جدا، وبشكر القناه ان هي اتاحت لي الفرصه ان ابقى مع حضرتك. انا عايزك بقى تكلمي الكاميرا اهي، كلمي اولادك قولي لهم اللي انت عايزاه. كاميرا في وشك اهي. انا مش عايز شكر، لا شكر على واجب، ده دوري وده واجبي، بس انا عايزك تكلمي اولادك عشان ال 100 مليون لما يشوفوهم يعرفوا ان دولت ايه غير برين بامهم. انا مش عايزه منهم حاجه، مش عايزاهم اصلا. انا اللي بيكلمني بقول عندي اتنين، في اتنين ماتوا.
انا مش عايزه منهم حاجه، لا عايزه اشوفهم ولا عايزه حد منهم يتواصل معايا ولا عايزه منهم حاجه خالص. سابوني في الوقت اللي كان املي في الدنيا، الدنيا كلها تبقى حواليا. انا كنت بموت يا استاذ عمرو، انا كنت بموت، كنت كل يوم بتشاهد على نفسي، كل يوم كل يوم بنتي بتقعد جنبي تعيط لحد الصبح لان مش هبقى معاها بعد كده. انا املي الاثنين اللي معايا دول، يعني الاثنين اللي فاضلين معايا دول بيقولوا لي مش هنا، مش احنا هنعيش ازاي في الدنيا لو جرالك حاجه؟ ربنا وقفني على رجلي تاني علشان الحمد لله. اتمنى ان ولادك يفوقوا، فوقوا قبل فوات الاوان. انا مش عايزاهم، ربنا يصلح لهم احوالهم، انا بدعيلهم. لا لا لازم يفوقوا في اعمارهم دي، لازم يعرفوا، لازم يعرفوا يعني ايه بر بالام، لازم يعرفوا يعني الام انت عملتي ايه ودورك ايه في حياتهم. يعني مش قادرين يفهموا انهم في مشكله كبيره جدا جدا بعد مرضك عنهم. الف سلام عليكي، حقك عليا انا. ان شاء الله المره الجايه اطمن عليكي واسمع عنك كل اخبار جميله ان شاء الله. لو عوزتي اي حاجه احنا اهلك واخواتك، انا اخوك كبير، واي حاجه تحت امرك يا مدام هاجر. اهلا وسهلا. برنامج في انتظار تلقي كل طلباتكم العلاج في كافه المجالات بالمجان، بنعالج في احسن المستشفيات وباحسن وامهر الاطباء. ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، امين يا رب.